السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعا في فيديو اليوم رح نرسم شخصية، وهي شخصية قديمة أكيد من الأنمي القديم، وطبعا بناء على طلب الجمهور، وهي شخصية الكابتن ثابت. ويلا نبلش. بداية رح نرسم، طبعا هو يلتفت إلى جهة اليسار، إذا سوف أقوم برسم خط عريض بهذا الشكل. إذا كان يلتفت إلى جهة اليسار، إذا سوف يكون الخط الطولي بيسار الخط العريض هذا الشكل. بعد ذلك سوف أقوم برسم العين، طبعا عينه تأتي مقوصة هكذا قليلة بعض الشيء. وفي الأسفل سوف أقوم بعمل خط بهذا الشكل، وينطبق أيضا العين الأخرى في الجهة اليسرى، ولكن تكون أصغر لصغر زاوية الاتجاه الأيسر. سأقوم هكذا فقط تعريض الخط قليلا وبعد العين هذا الشكل، والخط سيأتي هنا. طبعا سوف أقوم الآن برسم دائرة داخل عينه بهذا الشكل، تكون دائرية الشكل، ونفس الشيء هنا ولكن تكون الدائرة أصغر قليلا. بعد ذلك سأقوم بعمل هكذا رموش هذه الشخصية الطويلة نوعا ما، وسأقوم برسم الجفن يكون قريب جدا من العين هذا الشكل، وسأقوم برسم أيضا الرموش هنا هكذا. يعني صح شاب لكن يمتلك رموش. الآن سوف أقوم برسم من هنا هكذا خط بهذا الشكل عند العين من هنا، وسأقوم بمد خط بهذا الشكل وهكذا. وطبعا هذا خط الأنف، يعني مسافة أنفه تكون قريبة من عينيه، والفم سوف يأتي هنا بهذا الشكل، يبتسم هكذا بعزيمة. الآن هكذا يبدو كالفتاة صورته. الآن ما سوف أقوم بتغييره فقط بتصغير دائرة العين قليلا من هنا. الآن كيف سيقلب شاب عندما نرسم الحاجبين ونرسم الوجه؟ طبعا حاجبي تكونان هكذا إلى الأمام قليلا، يعني شوفوا بين قديش المسافة، طبعا أعلى من، يعني لا غير ملتصق في الجفن كباقي الأنيميهات. سأقوم بداية برسم الخط السفلي وبعد ذلك الخط العلوي بهذا الشكل، حاجباه طويلتان قليلا وخميلتان قليلا. أقوم بالترفيع الآن بنهاية الحاجب، نفس الشيء هذا الخط الذي عملته من هنا، من هنا سوف أقوم برسم الحاجب الجهة الأخرى. الشكل، وسوف أقوم بعمل هكذا خط الفم. الآن ليبان أكثر سوف أقوم برسم خطوط الوجه، طبعا يأتي من هنا الخط هكذا، يكون هكذا بعيد مسافة قليلا من العين وهكذا، وبخط ساحل هكذا إلى الأسفل حتى ليس هكذا منفوخ من هنا بل أصغر هكذا. سأقوم بتهويده. اللحية بين مسافة الفم واللحية مسافة عريضة جدا، ليست كثيرا لكن لأنه طبعا شاب بهذا الشكل. ومن
راسها، فأقوم برسم الأذن. طبعا أذنه صغيرة ليست كبيرة الحجم بهذا الشكل، طبعا مقوصة أذنه قليلا. الآن سوف أقوم ليبان أكثر، سوف أقوم برسم الشعر. طبعا شعره ناعم وكثيف قليلا، سوف أقوم بداية برسم خط الجبهة، جبهته هنا. الآن سوف أبتدئ بالخصلة الأمامية بهذا الشكل من هنا. الآن سأقوم برسم هكذا من هنا بهذا الشكل، وسأقوم برسم خط هكذا ومد الرقبة، تكملة الرقبة من هنا بهذا الشكل، وأقوم برفع قصة شعره هكذا للأعلى قليلا. ومن هنا من الأعلى سأقوم هكذا، أعمل هكذا وهكذا، وأقوم هكذا برسم عدة خطوط بهذا الشكل. والآن سأنتقل إلى الجهة الأخرى من عمل الشعر. هكذا سأقوم فقط بتعديل هنا. بهذا الشكل طبعا هكذا قمت برسم الوجه من هنا. الآن سوف أقوم بإطاحة خط الرقبة أيضا إلى الأسفل بهذا الشكل. سأقوم برسم رقبته طويلة قليلا، هي تأتي. سأقوم برسم خط بهذا الشكل، طبعا هذا خط البلوزة الرياضية التي يرتديها. هنا هكذا عدة خطوط، وهنا أيضا. هم بالحقيقة خطان وليس ثلاثة خطوط. سأقوم بالرسم هكذا، أقوم برسم الكتف، وسأقوم برسم هكذا عدة خطوط للخطوط تكون سوداء على ذاته بهذا الشكل. وهكذا قمت برسمه. سوف أقوم بمسح الخطوط الأولية. الآن سوف أقوم بتحديد الصورة، سأستخدم التخطيط الأسود الرفيع وأقوم بتحديدها
وسأضطر إلى تسريع الفيديو لأن التخطيط سهل وأقول تسريع.